Law of Demeter يعني إنه الكلاس لازم يكون عنده limited knowledge عن الكلاسز التانية، ومش كل الكلاسز، فقط الكلاسز اللي مرتبطة فيه بشكل مباشر. هذا يعني إنه يجب إنه أقلل عدد الكلاسز اللي بيتواصل معها الكلاس، بمعنى كأني بحكي للكلاس only talk to your friends don't talk to strangers أو الغريبين، وكمان only talk to your immediate friends. مثلا عندنا هون الكلاس B immediate friend للكلاس A، كلاس C مش immediate friend لكلاس A، عشان هيك بحكي عن C إنه stranger بالنسبة لA. بالتالي إنه أبعت مسج من A إلى B مسموح بالنسبة لل law of Demeter، بس إنه أبعت مسج من A إلى C مش مسموح بالنسبة لل law of Demeter. فرضاً كان عندي الأوبجكت O فيه ميثود M. M بيقدر يستدعي أولاً الميثودز اللي موجودة في نفس الأوبجكت O. في المثال اللي موجود عندنا على اليمين عندنا ميثود اسمه my method موجود في الكلاس اللي اسمه my class، استدعى ميثود تاني اسمه another method موجود معه في نفس الكلاس عن طريق this. ثانياً الميثودز اللي موجودة بالأوبجكتز اللي موجودة كباراميتر للميثود M. في المثال عندنا ميثود اسمه my method بيستقبل object of type param. هذا الميثود استدعى الميثود اللي اسمه method 1 الموجود في الparam object. ثالثا الميثودز اللي موجودة في الأوبجكتز اللي instantiated جوات الميثود M. في المثال عندنا ميثود اسمه my method جواته عملنا create لأوبجكت اسمه temp من الكلاس اللي اسمه temp object، واستدعى الميثود اللي اسمه do something اللي موجود في الأوبجكت temp. رابعاً الدايركت كومبوننت أوبجكت اللي في O. في المثال لما بعمل أوبجكت من الكلاس my class دغري بينعمل أوبجكت من الis service class اسمه service. الميثود M بيقدر يعمل access على الميثود اللي موجود في السيرفيس اوبجكت مثل البروفايد سيرفيس. باختصار يجب انه اتجنب اني استدعي ميثود عن طريق اوبجكت برجعه ميثود تاني. في المثال هون الميثود my method استدعى الميثود اللي اسمه update اللي هو موجود في الاوبجكت اللي رجعه الget configure ميثود اللي في السيرفيس اوبجكت. هاي الحالة violates the law of Demeter لأنه هذا يعني إنه الماي كلاس بيعرف details عن الانترنال ستراكتشر للأوبجكت اللي بيرجعه الجيت كونفيج، وهذا يعني tight coupling. بشكل عام نقدر نحكي إنه law of Demeter يخترق لما يكون في أكثر من step بين الكلاسز عن طريق الدوت.